بسم الله، مرحبا بكم. معكم إبراهيم محمود مرسي. الفيديو الحالي بعنوان علامة مائية في الوورد، نص عربي وأرقام إنجليزي. تعالوا نبص للصورة اللي معانا كده. معانا كلمة محمد وبعدها أرقام بالإنجليزي. كلمة محمد مكتوبة بالعربي والأرقام بالإنجليزي 2 3 2 1 5، الأرقام دي بالإنجليزي. فيعني إحنا وصل لنا سؤال من أحد الأصدقاء الكرام، بيقول إن عاوز أكتب علامة مائية في المستند بتاعي ويكون مكتوب فيها كلمة كلية الهندسة مثلا، وجنبها مثلا 1995 مثلا، بس ال 1995 دي بالإنجليزي، كلمة كلية الهندسة بالعربي زي المثال اللي معانا ده بالظبط. كلمة بالعربي وأرقام جنبها بالإنجليزي، إزاي نعمل الكلام ده في الوورد من خلال العلامة المائية؟ للوهلة الأولى يعني نتخيل إن السؤال سهل، الموضوع سهل جدا، وندخل مباشرة على العلامة المائية. تعال نروح لمستند وورد كده ما فيهوش علامة مائية خالص اهوت، ونقول يعني نعرض المسألة وصعوبتها، لأنها المسألة دي طلعت يعني أنا توقعت إنها سهلة ولكن طلعت يعني فيها بعض التعقيدات. هروح مباشرة لتصميم ديزاين، وهلاقي في الآخر هنا علامة مائية، وحسب الإصدار اللي عند حضرتك ممكن العلامة المائية دي تكون موجودة في أي تاب من التابات دي حسب الإصدار بتاع الأوفيس. فأنا هضغط على علامة مائية، أي واحدة من دول هتديني نفس النتيجة. ماشي، وعلامة مائية مخصصة. خلينا نضيف مسودة على طول كده، كتب لي كلمة مسودة موجودة في أسفل الكلام. نعدلها أو نضيف علامة مائية تانية من إزالة طبعا من هنا، وهنضيف واحدة تانية فيها كلام اللي أنا عاوز أضيفه. علامة مائية مخصصة ظهر لي أو ظهرت لي النافذة دي، بيقول لي بلا علامة مائية أو صورة علامة مائية أو نص العلامة المائية أنا عاوز أكتب. فهكتب كلمة بالعربي، اللي مكتوب لي هنا اللغة الإنجليزية الولايات المتحدة، خلينا نقول إن العربية أو العربية مصر أي حاجة يعني. ماشي، وهكتب الكلمة اللي أنا هكتبها هنا، هكتب مصر أو محمد أهو، وعاوز آخد مسافة وأكتب بقى أرقام بالإنجليزي. فلما بكتب الأرقام بتطلع بالعربي. طيب لو اخترنا اللغة إنجليزي هيقول لي اكتب بالإنجليزي، لو جيت تكتب بالعربي ماشي ونغير اللغة ونكتب بالعربي اهو كده بالعربي عادي، وجيت اكتب الارقام بالانجليزي غيرت اللغة انجليزي، هي اصبحت عندي دلوقتي انجليزي تحت اهي. ماشي، انا غيرت اللغة انجليزي وهكتب برضه بيكتب بالعربي. دي المشكلة اللي ظهرت طبعا. ببساطة يعني الحل المقترح او مباشرة، اكيد الارقام دي فيها مشكلة في الوورد، واحنا عارفين طبعا ان ارقام الوورد. طب تعالى نعمل تطبيق كده، اكتب لي الكلمة بالطريقة دي، خلينا نشيل شيء في الشفافة دي عشان يبقى باين أكتر، كلمة مكتوبة باللون ده تمام. طيب بس مكتوب محمد ومكتوب الأرقام بالعربي، أنا عايز الأرقام بالإنجليزي. طبعا عارفين إن الوورد موضوع الأرقام فيه ليه مميزات أو ليه يعني مكان معين كده بنعدله منه. فهقفل العلامة المائية وأروح لفايل خيارات الوورد أوبشنز او سيتنجز، وهنا في ادفانسد خيارات متقدمه، وانزل تحت شويه كده هلاقي هنا الارقام مكتوب نظام، في هندي وفي عربي وفي سياق وفي نظام. العربي ده اللي هو الانجليزي، خلاص انا لقيت الحل اهو، هكتب عربي كده الارقام كلها هتتكتب بالايه بالانجليزي لو غيرت الارقام دي طبعا. هل ده الحل؟ طيب تعالى نجرب كده، الكلام لسه الارقام مكتوبه بالعربي لسه ما اتغيرتش، في حين ان انت لو كتبت اي ارقام دلوقتي هنا في المستند بتاعنا هنا اهو، خلينا نكبر حتى الارقام دي شويه عشان حضرتك تشوفها او تكون واضحه اكتر يعني. من هنا كده وغيرت الارقام كبرتها اهو، الارقام دي اللي مكتوبه بالانجليزي دي مهما حاولت تغير اللغه. ماشي، هنغير اللغه عربي واجي اكتب ارقام تاني هيكتب برضه بالانجليزي، غير اللغه دلوقتي اصلا عربي. ماشي، بس بيكتب بالانجليزي ليه؟ لان الوورد هو النظام بتاعه كده، يا اما يكتب بالانجليزي طالما انت مختار الارقام عربي، يا اما لو رحت دلوقتي خد بالك انا ما غيرتش اي حاجه، هو رحت للخيارات والادفانسد اللي هي المتقدمه والارقام. بص ايه اللي هيحصل بقى اول ما نختار فين الارقام، هنا كلمه الارقام عربيه دي خليتها هنديه. بص ايه اللي هيحصل اول ما اقول له موافق، موافق اهي شايف الارقام اتغيرت كلها عربي اللي هو هندي، ده اسمه هندي، ولكن الكلمة بتاعة العلامة المائية لسه 1 2 3 4 5 لا اتغيرت حسب الاوبشنز دي ولا لها علاقة اصلا بخيارات الوورد خالص.
طيب كده احنا وقعنا في مشكلة كبيرة، ان احنا عاوزين نكتب كلمة محمد بالعربي، 1 2 3 4 5 دي بالانجليزي، ارقام انجليزي، نعمل ايه؟ فانا يعني اقترحت او جالي كده فكرة، يعني كتحايل على المسألة كلها، اننا تعالى نعمل الفكرة دي، نشوف هنعملها ازاي. انا هحذف العلامة المائية الحالية دي من تصميم، علامة مائية، إزالة العلامة المائية، كده مفيش علامة مائية عندي في المستند بتاعي. وخلينا بقى نروح للباوربوينت. أنا خطوة واحدة هعملها في الباوربوينت، هنا هحذف طبعا الكلام ده والكلام ده، هحدده من هنا كده وأحذفه، وهضيف شكل إدراج، شيب، أشكال، أي شكل وليكن ده كده مثلا، تمام الشكل ده، وهكتب فيه الكلمة اللي أنا عاوز أكتب. هكتب على العربي محمد، واخد مسافة واغير اللغة واكتب بالانجليزي 1 2 3 4 5 6، تمام. وابدأ ان انا الشكل ده من تنسيق الاشكال، تعبئة الشكل اقول له بلا تعبئة، لون الخط ايه، وانا محدد الشكل. اروح على الصفحة الرئيسية، خلينا نقول ان لون الخط باللون مثلا الاحمر، ماشي الاحمر كويس، تمام، وبولد. واتحكم كمان في لو عاوز تغير التنسيق بتاعه او اللون بتاعه او كل الحاجات دي. المهم هو كده كويس، نكبر بس الخط بقى يلملى الشكل بتاعنا كده، دي الصورة بتاعتي او الشكل بتاعي. كمان الخط اللي هو المحيط، الحدود الخارجية دي عايز احذفها، يبقى هاجي هنا على تنسيق واقول له المخطط التفصيلي للشكل بلا مخطط تفصيل. شايف انت الصورة بقت شكلها ايه؟ الصورة دي دلوقتي اضغط عليها، الشكل ده اضغط عليها كليك يمين، بس مش على النص، مش النص كده وكليك يمين، لا الحد الخارجي ده كليك يمين عليه كده، هلاقي حاجة اسمها حافظ كصورة، احفظ كصورة واقول له روح على سطح المكتب مثلا، ودي الصورة بتاعتي، استبدل الصورة دي بيها، كتبت الصورة اهي بي ان جي. طبعا اي نوع من انواع الصور يشتغل، ولكن بي ان جي دي الافضل يعني. واقول له احفظ، وانا عشان موجوده معايا بيقول استبدل، استبدلتها، هي دلوقتي موجوده معايا على سطح المكتب، تمام. اروح للوورد تاني بقى، واروح لتصميم وعلامه مائيه، واقول له ضيف علامه مائيه مخصصه، والعلامه المائيه دي هتكون صوره، هتكون ايه؟ صوره مش نص، لا صوره، صوره العلامه المائيه. وتحديد الصوره يعمل لي براوز كده، اقول له ادخل بقى على سطح المكتب، هنا في صوره اسمها فين هي؟ اهي، اضغط على دي دبل كليك كده، حدد لي المسار بتاعها، بيقول لي تغيير الحجم تلقائي ولا ايه تطبيق، تعال نقول تطبيق كده. الصورة ظهرت معايا هنا اهي، ولكن صغيرة جدا. طب خلينا نكبرها عن كده، نخليها مثلا 150، تطبيق كبرت اهي، ولكن انا عايزها مائلة كده، اعملها مائلة ازاي؟ الصورة مش هينفع اتحكم فيها من هنا. خلينا نقفل ده ونروح للباوربوينت تاني، ماشي. والصورة دي اللي معايا دي أبدأ إن أنا أحركها كده في الزاوية اللي تناسبني، وبعد كده أضغط كليك يمين وأقول له حفظ كصورة، والصورة طبعا موجودة معايا في سطح المكتب، أعمل لها استبدال، حفظ ريبليس، نعم. وأروح بقى هناك في الوورد، سهلة خالص أهي، أقول له علامة مائية، ها علامة مائية مخصصة، نفس الصورة أحددها تاني، استعراض، هي دي الصورة اللي معايا، وأقول له خليها 170 أو لو 150 ماشي كويس، وخد بالك نقول له بقى تطبيق. ظهرت الصورة، شوف معاه عاملة ازاي، مناسبة جدا جدا جدا. لو 150 ده كتير خليه 130 أو 120، ماشي موافق، ظهرت معايا الصورة بالشكل ده. طيب أنا عاوز الصورة مش واضحة أوي، أنا عايزها أوضح من كده، يبقى العلامة المائية أدخل عليها كده وأقول له تبييض، دي عليها علامة صح، اشيل الصح اللي عليها، ظهر معايا الصورة بشكل ايه اقوى. طيب لو عاوزين الصورة برضو، يعني في حاجات كتير بقى ممكن نتحكم فيها، لان دي اصبحت صورة، ماشي. الصورة يعني ممكن تتحكم فيها بكل ادوات وخيارات الصورة، وطبعا كده نكون حلينا المشكلة اللي هي موجودة معانا، اللي كانت ظهرت في موضوع العلامة المائية لما نكتب بيها سواء بالعربي، وعاوزين نكتب بعض الأرقام بالإنجليزي. طبعا اللون مش واضح قوي، يبقى هنروح للعلامة المائية دي ونشيل علامة
موضوع تبييض ونقول له تطبيق واغلاق. دي المعلومة اللي حاولت أشارك بها في الفيديو الحالي، شكرا لمشاهدتكم. الموضوع طبعا مش مستاهل إننا نعمل له يعني ملف العمل المرفق، الموضوع بسيط جدا وحاولنا إننا، ولكن كان في مشكلة ظهرت. لو حضرتك عندك حل للمشكلة دي أنا مش عارفه فاكتبه لنا في التعليقات، يعني كلنا بنتعلم من بعض وكلنا بنساعد بعض. ربما ان في حل للمشكلة دي انا يعني ما وصلتلوش، او الاصدارات اللي بعد كده فيها حل افضل ومباشر عن موضوع اننا نضيف صورة ونكتب فيها الكلمات بتاعتنا. فدي يعني لو تقدر تساعدنا بكده ده شيء يعني هيسعدنا جدا، كلنا بنتعلم من بعض وكلنا بنساعد بعض، والعلم طبعا مش حكر على شخص معين او على يعني جهة معينة، ولكن لو عندك معلومة حاول ان انت تساعد الاخرين بها. شكرا لمشاهدتكم، انتظرونا في فيديوهات قادمة والى لقاء قريب. كنت معكم ابراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.